أعمال تأهيل الشوارع ما زالت مستمرة لكنها طالت والمواطنون يتذمرون. حين تقود سيارتك في رام الله ستلاحظ مشهد الحفر لا يغيب عن الشوارع حيث أصبحت سمة بارزة تشوه وتستنزف الميزانيات المخصصة لتحسين الطرق. فما أن يُرصف شارع وتنتهي معاناة المواطنين إلا ويعاد تطويق المنطقة مرة أخرى ليبدأ الحفر من جديد من جهة خدمية أخرى طبيعة المدينة اللي بنعيش فيها وتطور اللي بنعيش فيه التطور المدينة الزيادة السكانية اللي بتعيش المنطقة وبالتالي إحنا بنحتاج لخدمات إضافية. خدمات إضافية معناه بدنا حفريات إضافية إحنا سعينا إلى أنه نقوم بالأعمال وتضل هاي الشارع مفتوحة وبالتالي رح يأخذ طالما أنت مش مغلقة الطريق رح يأخذ وقت أطول لتنفيذ العمل إحنا قمنا بمراسلة بلدية البيري بضرورة أن يقوم المقاول باتباع أنظمة السلامة أثناء تنفيذ العمليات غياب التنسيق والتنظيم أدى إلى تدهور حالة الطرق رغم الميزانيات المخصصة لصيانتها ويكبد المواطنين وملاك العقارات خسائر عند إغلاق شارع للصيانة أو تركيب خدمة شوفي احنا كضرر هي هذه مصلحه للجميع اول شيء، ما انا ما بسميها ضرر بس كل ما كان يعني السرعه اكثر كل ما كان افيد إنا وللشارع ولل لكل الموجود يعني، بس احنا بهمنا السرعه إن المتضرر الرئيسي من سوء تنفيذ المشروعات أو تأخيرها أو طول مدة تنفيذها هو المواطن لذا على الجهات ذات العلاقة التنسيق فيما بينها مراعاة لمصلحة المواطن وتفادي لهدر الوقت والمال العام من مدينة البيرة لتلفزيون القدس رباعيش